معنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. إذن هذه العملية الآن إلى ماذا تهدف؟ هل تستطيع القوات الكردية هناك فعلا السيطرة على هذا المخيم؟ هل هو تحت سيطرتها؟ نعم، صباح الخير. طبعا نحن نطلق عليه مخيم او دويله الهول حقيقه الامر، لانه هو بالفعل دويله مصغره لعناصر تنظيم داعش. لماذا العمليه في الان بدات؟ اولا نحو 5000 مقاتل على الاقل من وحدات حمايه المراه، وحدات حمايه الشعب، قوى الامن الداخلي، قوات مكافحه الارهاب، اعتقد مدعومين بدعم لوجستي من قبل التحالف الدولي، من اجل السيطره على الفلتان الامني في مخيم الهول الذي يضم الالاف من عناصر تنظيم الدوله الاسلاميه. لماذا العمليه الان وبعجاله؟ لان هناك ما لا يقل عن 40 عمليه قتل جرت في المخيم او اغتيال منذ مطلع العام الجاري. في شهر كانون الثاني هناك 13 عملية قتل، في شهر شباط الماضي او فبراير هناك 10 عمليات قتل، وفي هذا الشهر تصاعدت العمليات بشكل كبير جدا، 17 عملية قتل حتى اللحظة في مخيم الهول خلال هذا الشهر، بينما العام الفائت في كل العام الفائت كان هناك 33 عملية قتل. اللاجئين العراقيين في هذه العمليات التي جرت هذا العام كان نصيبهم العدد الأكبر، 30 عملية قتل على الأقل جرت بحق اللاجئين العراقيين داخل مخيم الهول، وداخل كل من يشك به بأنه سواء النساء أو رجال متعاون مع قوات الأمن الداخلي الأسايش يجري اغتياله فورا، إما من قبل المتواجدين داخل المخيم أم من قبل داعميهم من خارج المخيم. العملية ليست فقط في مخيم الهول، العملية في مخيم الهول، في بلدة الهول وفي المناطق المحيطة. وهنا أقول لك بأن هناك من يدعم هؤلاء داخل المخيم، كيف يكون لديهم هذا السلاح وكيف تجري عمليات القتل ومن أين الأموال التي تدفع لعناصر حماية المخيم بأعداد أموال كبيرة تدفع رشاً من أجل الخروج من المخيم أو إدخال سلاح إلى داخل. طيب أستاذ رامي، هذه نقطة مهمة، لكن كان في محاولات لتفريغ المخيم وحتى خرجت بعض القوافل منه إلى بعض المناطق، ما هو وضع هذا المخيم القانوني وأين وصلت هذه الجهود لإفراغ المخيم؟ إفراغ المخيم من السوريين بضمانة عشائرية، يجري إخراج عوائل سورية من المخيم باتجاه دير الزور، باتجاه منبش، باتجاه الرقة، باتجاه الحسكة، ولكن هناك في المخيم يعني نحو 30,000 من الجنسية العراقية، هؤلاء يرفضون الخروج والذهاب إلى العراق. هناك أجانب حقيقة الأمر من عوائل عناصر التنظيم، دولهم ترفض استقبالهم. لذلك أقول هو معضلة كبيرة. شاهدنا أحد التقارير يعني أن الأطفال يقولون لأحد الإعلاميات التي كانت تجري التقرير في المخيم أنت كافرة. كان هناك محاولات لتأهيل ولكن التأهيل فاشل على ما يبدو، في خلال إذاعات محلية تبوس يعني باتجاه المخيم. الأمر يحتاج إلى من المجتمع الدولي للتدخل الفوري لكي لا يكون هذا المخيم بالفعل دويلة حقيقية للتنظيم. يجب تأهيل الأطفال الموجودين في المخيم، يجب تأهيل النسوة المتواجدات في المخيم، لأن الأمر ينذر بمخاطر كبيرة. شكرا جزيلا لضيفنا من مدينة كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.